صباح الخير لأسرانا الأبطال صباح الخير لكل الأمهات أم الشهيد والجريح والأسير الأم الفلسطينية اللي ضحت بحياتها وراحتها من أجل الوطن وأبنائها أنا موجودة في مخيم الأمعري وتحديدا مع امرأة بنعتز وبنفتخر فيها جميعا امرأة هي نموذج للعطاء للتضحية خنساء فلسطين سنديانة فلسطين أم الشهيد والأسير أم ناصر أبو حميد صباح الخير يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين يعني صباح الفخر صباح العزة صباح الأسرة صباح الشهداء يعني دائما إحنا مع هذه المناضلة اللي بنمتد عزيمتنا وقوتنا منها وإن شاء الله دائما بتضل شامخة رمز للمرأة الفلسطينية المعطاءة ست أبناء في سجون الاحتلال الإسرائيلي احكي لنا عن أحكامهم إيه عندي ناصر محكوم 7 مؤبدات وخمسين سنة ونصر 5 مؤبدات وشريف 4 مؤبدات محمد 2 مؤبدين و30 سنة جهاد إداري وإسلام إن شاء الله خير الله يفك أسره يا رب وإذا أغلق بيت أبو حميد أو هدم هذا البيت كل بيت فلسطيني إلى الفخر والشرف أن تكون به هذه السيدة المناضلة كلنا بيوتنا بيت إلها وبالفعل أم ناصر حميد هي أسطورة بهذا التحدي والصمود ومن أجل ذلك لقبت بخنساء فلسطين هي قدوة لكل مرأة فلسطينية